تعالوا بقى نعمل دلوقتي عصير سريع حلو قوي من العصائر الجميلة مفيدة جدا. احنا اتفقنا العصائر مش بس فاكهة، يعني احنا نقدر في الوقت ده ناخد الجوافة والكيوي والبرتقال، ناكل اليوسفي، ناخد كمان الحاجات الورقية. يعني انا هعمل النهاردة كيوي بالعسل مع الجرجير والليمون، فانا عايزة ابدأ اعمل توليفة كده وناخد عصير مفيد وجميل للناس اللي حابة بقى تدعم الفترة دي جهاز المناعة، عايزين ما بين الفاكهة وما بين الحاجات الحلوة، يعني فاكهة وايه، خليني بس اشيل لكم دول كده، دول مش تبع الوصفة يا حبايبي. اوكي كده اهو، وادي العسل. خلاص هنبدأ ناخد بقى الوصفة الحلوة دي ونبدأ نعملها مع بعض في الخلاط، ان شاء الله تعجب حضراتكم بإذن الله. جدا. خليني اخد دي هنا، ناخد كده رشه هنا. هنبدا بقى نحط الحاجه دي في الخلاط مع بعض. خليني بس اقلب دي. ونبدا نعمل كده. بسم الله. هناخد الكيوي او الجرجير اول حاجه هنا، كام ورقه كده حلوه، غسلناهم كويس في ميه وخل. الفراوله، عايزه اقول لحضراتكم حاجه بس عن غسيل الفراوله، لو هتجيبوا الفراوله حطوا مع ميه الغسل بتاعتها شويه ملح، شويه ملح، عشان ساعات الفراوله بتبقى فيها داخلها البذور بتاعتها دي مسام، بيبقى فيه بعض الديدان الغير مرئيه، فرجاء نحط مع غسل الفراوله في ميه جاريه شويه ملح. طيب هاخد كده الكيوي هنا كده كده، وعندي نص ليمونه او ربعها عشان ده ليمون اداليا. هاخد كده العصير اوكي، معلقه العسل، خليني اخدها كده بويسك حلوه هنا. بسم الله كده، وهنزود شويه ميه صغيرين عشان نخلط الايه، الخليط بتاعنا اهي. بسم الله. تعالوا بقى ناخد كده الله. بصوا بقى، هنصب الاول العصير، ولازم نطفي بقى السقعه دي. ادي العصير، ريحه البليله روعه اهو. لو عايزين تشربوه من غير اضافه اي حاجه ليه ممكن جدا طبعا، يعني ممكن قوي يبقى كده فعلا كده. حط له بس هنا كده كده اهي. اوكي تعالوا بقى نمسح بس طرف الطبق هنا اوكي، ونقدمه. اللي عايز، انا قلت بس اللي عايز بالعسل اوكي لزياده الفايده، اللي مش عايز ما يحطش عسل خالص، اشربه كده لو الكيوي طعمه حلو. بس انا بقول عشان ساعات الكيوي بيبقى شويه في نكهه كده حد سنة. طيب